بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، الحقيقة كل واحد منا يتعرض لفتن متنوعة في حياته وابتلاءات. الجنة لا يمكن لأي شخص أن يدخلها إلا بعد الخضوع لهذه الاختبارات، هذا قانون إلهي أيها الأحبة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما معنى هذه الآية أحبتي في الله؟ يعني لا تظن أيها الإنسان أنك تقول أنا مؤمن بالله، أنا أريد الجنة، أنا أطلب درجات عالية في الجنة، وتريد أن تكون محفوفا بالنعم وبالعطاء وبالخيرات وبالأموال والأولاد ثم تطلب الجنة. هذا الأمر لا يمكن أن يكون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن الفتنة هنا أيها الأحبة بمعنى الابتلاء، اختبار، ولكن من أشد أنواع الاختبار هو الفتنة. يعني مثال، الإنسان أحيانا أيها الأحبة يدخل إلى مواقع الإنترنت فيطلع على بعض مواقع الملحدين. هذه المواقع تشكك برسالة الإسلام، تشكك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تشكك بهذا الدين الحنيف، تشكك بالقرآن. طيب ما هو رد فعل المؤمن؟ المؤمن المستيقن بالله عز وجل لا يتأثر بكل هذا الكلام. يعني حقيقة أنا سأحدثكم عني شخصيا، أنا عندما أدخل إلى هذه المواقع أضحك، أضحك على هؤلاء المساكين بالفعل. يعني يقولون كلام غير منطقي، غير علمي، لا يتفق لا مع العقل ولا العلم ولا حتى مع القرآن الكريم، ويناقضون أنفسهم. فلذلك يعني لا يحدث أي أثر، بالعكس أزداد إيمانا. أقول الحمد لله أن جعلني مؤمنا، لم أكن من هؤلاء الملحدين الذين ليس لديهم أي تفكير منطقي. على فكرة شخص آخر يدخل إلى هذه المواقع وينظر ويستمع إلى هذا التشكيك، ويبدأ الشيطان يوسوس له ويشككه أن هذا الدين غير صحيح. هذا الإنسان أيها الأحبة الذي تأثر تعرض لفتنة. هنا الفتنة، هذه الفتنة أو هذا البلاء أو هذا الاختبار يثبت صدق هذا الإنسان، هل هو صادق مع الله؟ هل هذا الإنسان مؤمن بالفعل؟ أم هو غير مؤمن؟ الفتنة هذه والبلاء هذا والاختبار هذا هو الذي يمحص هذا المؤمن. يعني عملية فرز، تحدث عملية فرز أيها الأحبة للمؤمنين والكافرين والمنافقين والمشككين. فالمؤمن تجده ثابتا على موقفه، يتعرض للفتن ويقول الحمد لله، يرى هذا التشكيك ويقول الحمد لله الذي جعلني على دين الإسلام. دين الإسلام أيها الأحبة دين رائع، كل ما فيه رائع. وأنا أقول لكم تجربتي الشخصية مع هذا الدين الحنيف، ليس لأنني ولدت مسلما، بل بالفعل أنا أفكر بشكل علمي. الأوامر التي أمرني الله بها كلها فيها خير، المحرمات كلها فيها شر. طيب ما هي المشكلة؟ الإسلام يعطيك أملا عظيما جدا، الإسلام يعطيك أملا بالآخرة وأملا بالدنيا، بل إن لحظة الفرح عند المؤمن هي لحظة الموت، بينما غير المؤمن أسوأ لحظة يخشاها هي لحظة الموت، لأن ما بعدها مجهول، وهو يخشى أن تكون الأديان حق. طبعا إن الدين عند الله الإسلام، يخشى أن يكون هناك إله للكون سيحاسبه، وبالتالي تجده قلقا في كل وقت. فهذه الفتنة، ما يسمى بوسواس العقيدة، هذا نوع من أنواع الفتنة. فما دمت ثابت على موقفك، تعبد الله سبحانه وتعالى، تثق بهذا الإله العظيم، مهما حاول المشككون أن يشككوك بهذا الدين لا تستمع إليهم ولا تأبه، لأنهم يتحدثون خارج المنطق والعقل والعلم. فأنت إذن نجحت في هذا الاختبار. شخص آخر ربما يتعرض لأشياء بسيطة، مرض
فيكفر بالله، يتعرض لضيق في الرزق فيبدأ يتذمر على الله عز وجل، يقول لماذا فعل الله بي هذا؟ ماذا فعلت حتى يجعلني الله فقيرا؟ ماذا فعلت حتى أمرض؟ ماذا فعلت حتى، تجده يشكو الله لعباد الله، فهذا رسب في الامتحان. ومأواه جهنم على فكرة، القضية ليس فيها مزاح أيها الأحبة، إما إلى الجنة أو إلى النار. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا أحبتي في الله، ماذا نستفيد من هذه الآية؟ نستفيد أن هذه الآية العظيمة تعلمنا درسا، أن كل أنواع البلاء والفتن والهموم والمشاكل والظلم، قد نتعرض لظلم، نتعرض لمرض، نتعرض لحادث، نتعرض لضيق مادي، كل هذه الابتلاءات هي نوع من أنواع الفتن، هي الطريق إلى الجنة. يعني الطريق إلى الجنة محفوف بهذه الابتلاءات. وإن أحب الناس إلى الله أشد الناس بلاء، وهم الأنبياء ثم الصالحون. إذن أيها الأحبة، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فعندما، أنا أعطيك مؤشر أختم به لكي لا أطيل عليكم، عندما تجد نفسك أنك تقول دائما الحمد لله، وكلما أصابك هم ومرض وأذى وكذا تحمد الله أكثر وتؤمن بالله أكثر، اعلم أنك إلى طريق الجنة. وإذا كنت تغرق في هذه الفتن فتتذمر على الله ولا تشكر الله سبحانه وتعالى ودائما تشكو، فاعلم أن طريقك والعياذ بالله لا قدر الله إلى النار. لذلك أحبتي في الله، سنقرأ هذه الآية: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل فتنتنا في ديننا، أن يجعل فتنتنا في أمور يعني يعيننا على النجاح في هذه الاختبارات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.